Det är slut. Ja, det är slut. Alla vill spela in sig. Ja, de ska prata med honom. Älskar du, hur är det? مرحبا بك مدام ومرحبا بكل مستمعين إذاعة المستي. مرحبا أهلا وسهلا بك سي علي صبري بالعيد مخرج مساعد مخرج سينمائي. إن شاء الله نشوفوك مخرج سينمائي تونسي عالمي على غرار المخرجين العرب اللي نجموا باش ينحتوا أساميهم على الصعيد العالمي ولما لا. وهذا صبري بالعيد من شبان تونس المقيمين في السويد. نتعرف عليك أكثر سي علي. طو علي ولا صبري؟ صبري علي. والله كيما تحب كيما تحب. الاكثر اصدقائي عيطوا لي صبري، العائله تعيط لي علي، دونك انت تنجم المستمعين يعيطوا لي علي صبري. مرحبا علي صبري، هو اسم فني علي صبري. والله ما عنديش، ما نعرفش كيفاش نقول، معناتها الاسم بالنسبه لي انا مش مهم اكثر من انه الانسان يكون عنده قيمه في الدنيا هذه، انه يخلي ما يتعداش ينابيرسو، يخلي حاجه تذكر اللي يخدم اللي يخدمه اللي يعمله في اللي يحب يعمله في المستقبل. قبل ما نوصل معاك نذكروا نرحبوا بكل المستمعين اللي يتواصلوا معنا. شكرا يسر يسرى، شكرا دليله، وشكرا ياسر، ومرحبا بكل المستمعين اللي معنا على الخط الان وعبر عنواننا اللي قدمته منذ قليل يجمعنا الوطن @yahoo.fr. سهلي نبداو بالبدايه، احنا كيفاش جاتك الفكره باش خرجت وحبيت باش تكون، ولماذا سياد تحديدا، وقتاش خرجت وكيفاش جاتك الفكره تقريبا يعني باش تكون موجود في الخارج؟ والله الحقيقة الفكرة هي راودتني ملي أنا صغير، معناتها أنه الرأي اللي عندي حاجات نحب نعملها ما تتحققش في تونس، دونك خممتني في الوقت ذاك أني نطور من روحي، نحاول نكمل دراسة متاعي، التعليم متاعي، وفي نفس الوقت كنت نعمل مسرح، وكنت نعمل في نوادي سينما، كنت نعمل بنتورة الويل، كنت نعمل كل ما يخص الفن بصفة عامة، على خاطر بالأساس هو المخرج يزم يكون يفهم في الموسيقى ويفهم في الفن التشكيلي، على خاطر لا كومبوزيسيون دو ليماج بصفة عامة هي منين تجي؟ هي تجي من الكومبوزيسيون، معناتها تجي من رؤية الفنان التشكيلي، يلزم عين المخرج هي عين فنان تشكيلي بالأساس. والفكرة دي باش اتطبقت في الأساس. أنا ما كنتش ماشي السويد، برنامجي أني باش نمشي نقعد في برلين في ألمانيا، على خاطر سافرت لها قبل وعجبني الجو فيها، وعندي برشا أصدقاء غادي، والحقيقة أصدقائي من قبل، من اللي أنا عمري 22-23 سنة كانوا ديما يقولوا لي يزمك تسافر، يزمك تخرج، يزمك تكمل مشوارك البرة، وانا حاولت نقعد اكثر في تونس، خدمت حاجات مع ظافر الخطيب مخرج سينمائي عراقي، خدمت زادة مع نجيب عياد كمنتج في تونس معروف في تونس، اي، وتعاملت الحقيقه مع برشا فنانين في تونس، منهم علي بنور ومنهم فتحي الهداوي، برشا فنانين تعاملت معهم. وبعد كي لقيت روحي اللي حبيت نعمله في تونس عملته، حضرت الباجاج متاعي اللي نحنا نقوله الباك جراوند متاعي، وبعد قدمت دوسي لفرنسا ودوسي لألمانيا، وكان عندي رد من 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 ستوكهولم في آخر وقت، بعثت نحنا نقوله لها الشهادة أو لكارت لكارت كومبيتونس اي تالون، ومن الغديك جاتني الموافقة على أساس أني نقعد في ستوكهولم. ما قبل كانت البروغرام الكل، ومشيت ديجا البرلين لألمانيا، وكنت باش نصحح كونترا وباش نقعد غادي، تبدلت الأمور، ما كتعرف حياة الفنان ما تنجمش تلقى
كيفاش نقولوا كومون ديراج ما تلقاش عاوني مدام فتحيه من زهرة إلى أخرى من مخرج إلى آخر. والله تنجم تقول على خاطر عمل الفنان بصفة عامة هو مرتبط بالأماكن ومرتبط وين يلقى راحته. وأنا نتنقل ياسر من قبل كنت نسافر وكنت نشوف ريت اللي يمكن في 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 بما أني خذيت الموافقة في ستوكهولم ماني باش نبقى في ستوكهولم في السويد دونك قلت من المستحسن نقعد في السويد ونحاول نخدم على على الون تيرم معناتها نخدم القدام من باهي علي هذا كل جميل وكل شاب هو ماذا بيه يعمل الكتم تاعو كل شاب ماذا بيه يعمل التاريخ خاص به هو ولكن بالنسبه ليك انت كتونسي اكيد حملت معاك في وجدانك في مشاعرك في الطلون اللي عندك كما قلت انت اكيد فما لمسات تونسيه باش تكون متابعتك بالنسبه ليك انت هذه اللمسات اكيد باش تكون لك في المستقبل بتاعك في اعمالك اللي انت باش تقدمها وسؤال بالنسبه ليا اني فماش في اعمالك في طموحاتك اللي لمسات تونسيه باش تكون من خلالها هذا أكيد هذا أكيد على خاطر معناتها أي إنسان يسافر من موطنه الأم باش يمشي لبلاد البرة في العالم عنده بجاج عنده يمكن ثقافة معينة وتراث كامل باش يهزه معاه هذا لكن هذا ما يمنعش انه انا نحس اني انا ننتمي للعالم ننتمي للبلانيت هذية معناتها ما نجمش نأمن بفكرة الناسيوناليتي والجنسية وال لا انا راي انه يعني انت كفنان انسان تهتم تؤمن بالانسانية نؤمن بالانسانية يونيفرسال معناتها فما برشا ناس راي قابلتهم في حياتي ما تنجمش تعطيه كلمة ولا تنجم تسأله سؤال انت منين تحسه من العالم معناتها يحكي اللغات الكل متفتح على العالم الكل على الثقافات الكل التونسي في حد ذاته يؤمن بالكونية يؤمن بالكون والإنسان منفتح ومنفتح الحضارات الكل وهك علاش منها تلقاه محبوب تلقاه يتأقلم في العالم الكل في الدول هذا على خاطر تونس تفوت 3000 عام عمرها تونس معناتها كامش نحبه نحكيه على الحضارة حضارة تونسية معناتها تعديت عليها برشا حضارات وتعدت عليها برشا كيما نقولوا نحن ليجند برشا اساطير وبرشا من عليسة الحنباع تاريخ كبير لتونس دونك نحن حتى كي نسافروا تونس لبرا الناس تلاحظ انه نحن عندنا ثقافه كبيره عندنا تراث ورانا لكن هذا ما يمنعش اليونيفرسال هو انك هذا اللي راه اهم انا هو انك تعرف تتعامل مع العباد والناس تقبلك وتنجم تتاقلم مع اي وضع موجود فيه ولا تنجم تكون فيه وانا راي انه زاد قيمه الانسان في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكونيه هذه اللي نحن نحكيوا عليها الانسانيه انا نعطي قيمه كبيره للانسان على خاطر كل واحد موجود في العالم هذا في اي نقطه من الوجود ينجم يكون حد ينجم يضيف لك وحد ينجم يعلمك اللي انت ما تعلمتوش واللي ما تعرفوش دونك سيت اون كولتور لو فواياج بصفه عامه موجود في السويد كمساعد مخرج تأقلمتش مع الفن المخرجين في السويد تأقلمتش مع زملائك باعتبارك من المخرجين السينمائيين تأقلمتش معهم لقيتش روحك باللغة الدارجة بتاعنا لقيتش روحك عندكش آفاق متحلت لك ما زلت يعني السنة هذه ما كنتكش باش تفرض روحك تفرض وجودك والله فرضان الوجود ياخو شوية وقت ما أنا رأى أنه كيما خذا وقت 10 سنوات ولا 11 عام في تونس باش وريت شنو عندي في السويد يمكن يلزمني عامين 3 سنين
هذا ما يمنعش لي أنا عندي فكرة كبيرة على إنغمار بريغمان اللي هو أكبر مخرج سويدي توفى عام 2007 واللي هو رأى معناتها رأى في 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 زملاء رأى في كلكو معناتها فما بعض المخرجين السويديين اللي هما متأثرين بإنغمار بريغمان خاطر فما طريقة وفما تكنيك معناتها تقنيات خاصة بكل بلاد في 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 طريقة التصوير في طريقة التعامل مع وما تنساش المشاكل اللي موجودة في البلدان العربية ماهيش نفس المشاكل اللي موجودة في أستراليا ونفس المشاكل الموجودة في لي بيي سكانديناف في البلدان الاسكندنافية كل منطقة في الكون هذايا في الكرة الأرضية عنده المشاكل الخاصة به وهما ينطلقوا من المشاكل اللي موجودة عندهم باش ينجموا يصوروا وكل مشكل عنده طريقة خاصة في 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 إخراج العمل الفني دونك لهنا أنا نرى أنه فما اختلاف صحيح أما وجهات النظر متقاربة على خاطر نعاود نرجع لكلمة اليونيفرسال أننا نتكلموا نفس اللغة ومش نفس اللغة معناتها اللغة العربية واللغة السويدية أما نفس اللغة السينمائية أنهم ينجموا النجم أنا وياهم نوصلوا العمل مشترك يكون فيه الباكراوند وفيه الطموح متاع التونسي أنه يوصل ومع في الجانب الآخر الناس اللي عندها التقنيات وعندها الإمكانيات واللي عندهم زادة ما نحبش الناس تفهمني بالغلطة ما رؤية سطحية للأمور مش كيمنا نحن متعمقين على خاطر عنا الكثير من المشاكل اللي نحن نحاول ومش نلقاو لها حلول. يعني احنا نعرفوا السينما الفرنسوية السينما الامريكية يعني توصل لنا نتفرجوا فيها اما السينما السويدية ماهيش ممكن ماهيش قربت لنا ما نعرفوهاش بالنسبة للسويد يعني مزدهرة صناعة السينما مزدهرة على غيرها كما بعض الدول العربية وبعض الدول الاوروبية الاخرى انا نجم نقول لك انه الانتاج السينمائي في السويد خاص بالسويد او بالاحرى خاص باللي بيي سكانديناف على خاطر الدنمارك وفنلندا والنرويج هما ثلاثه البلدان اللي موجودين مع السويد اللي هما ينجموا يفهموا بعضهم متقاربين في 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 في, في, في الثقافه نتاعهم وفي التراث نتاعهم دونك السينما السويديه فما بعض الافلام اللي وصلت تعرفت عالميا مي انا ديما نقول انه عندهم نموذج خاص مش كيما نقولوا الصناعة الأمريكية ولا صناعة في بوليود في الهند ولا صناعة اللي عنا نحن في الوطن العربي بصفة عامة مصر وسوريا أنا رأى أنه البلدان هذه تحافظ على نمط عيش معين ونمط زاد إنتاج معين خاص بالبلدان السكندنافية. ترسم اسمك كما برشا مخرجين توانسة اللي مشاو لسوريا ومشاو لبلدان عربية وبسموا البصمات نتاعهم وبسموا أساميهم كما شوقي كما أخيره يعني اللي قدموا مسلسلات عربية ضخمة جدا إن شاء الله علي صبري بالعيد يجي نهار ونسمع به اللي هو ولا مخرج سينمائي وتعرف في العالم الأوروبي وتعرف بدوره تكون يعني شهرة متاعك انطلاقا من أوروبا لكن قلت صحيح أنت كوني والكل لكن يسعدنا جدا باش يكون شاب من شباب تونس مبدع في ميدان ما في الفن في أي موضوع ما ولكن يكون تونسي ومحافظ على التونسية متاعه ونشوف البصمات التونسية في أعماله إن شاء الله لبلاده بطريقة غير مباشرة تنجم تخدم تونس وتنجم تجيب الاستثمارات السينمائية لتونس يعني صحيح الإنسان يفكر في نفسه يفكر لكن زاد ما فيها بس كيفاش يفكر حتى في الاستثمار السينمائي في تونس عندنا برشا مناظر مزيانه برشا في الجنوب في الساحل في الوسط في الشمال الكل ماذا بينا يكون فيها استثمار اوروبي في ضمن السينما ظهر لي كلامي مفهوم انا ان شاء الله نوعد التوانسة إن شاء الله وبالأخص الناس اللي مهتمة المثقفين في تونس اللي مهتمين بالسينما وصناعة السينما الحكاية تاخو شوية وقت وكهو ما نجمش نقول لك رانا النجم ونعملوا هذا في 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 وقت ركور معناتها ما يلزم برشا وقت
باش تبني علاقاتك وتحضر للإنتاج، على خاطر الإنتاج يلزمه رأس مال، ورأس المال ما تنجمش تقول أنا نجم نلقاه في السويد، نجم تلقاه في بلاد أخرى، والعمل ينجم يكون سويدي تونسي، ينجم يكون سويدي مصري، سويدي غربي، معناتها مع بلدان سويدي مغربي، على خاطر حتى المغرب زاد أنا عندي طوى علاقات، وهذه بمناسبة نحب نحيي صديقي وخويا خليد طهيري، اللي ينجم يكون في المستقبل حد من الناس اللي باش تعاونني في 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 الدومين نتاع السينما وفي في 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 الانتاج السينمائي. شكرا لك علي صبري بالعيد، مساعد مخرج سينمائي تونسي من شباب تونس الموجود في السياد. ان شاء الله نسمع عليك كان الاخبار الباهيه ان شاء الله. تحياتنا ليك وبالتوفيق ان شاء الله ليك ولكل المستمعين اللي يسمعوا في اذاعه المنستير ويسمعوا تحديدا في برنامج ويجمعنا الوطن. شكرا. ميرسي لالا، ميرسي ميرسي. شكرا. شكرا لكل المستمعين والمستمعات، شكرا لياسر العجيلي اللي بعث لنا في الاخر صوره مزيانه برشا. تحياتنا ليك، تحياتنا لكل الاخيات اللي كانوا معنا في هذه الليله، يسرى ويسر العجيلي ويسرى السويد وكل المستمعات اللي كانوا معنا وكل اللي واكبوا هذا البرنامج. نلتقيكم ان شاء الله في الاسبوع القادم. تحياتنا لكم جميعا، سميره غزواني عبيد، ناجي بالحسين، كوثر كانت معنا في التنسيق، وفتحية أمام الميكروفون. تصبحوا على خير، إلى اللقاء.